هل تصدق انه حركة النهضة وما ادراك من حركة النهضة غير قادرة انها تخلص معاينات الكرام تاعها؟ دونك نحكيو على المقر المركزي في مون بليزير وديجا في الإطار هذايا صاحبة البناية رافعة شكايش وراي. ما نصدقش النهضة لا في هذا ولا حتى في الايديولوجيا نتاعها، ما نصدقهاش بالكل. عندها 50,000 وجهة، لأن حركة النهضة ما تأمنش بالوطن التونسي، تأمن بالجماعة. إذا ما عندهاش باش تخلص معاينة الكراء هذه، ما تجدش عليها وما تجد على حتى حد. واللي كرالهم اللي كرالهم الله يسامحوا وكاو. أنا نعرف اللي هم عندهم في سراهم، ما تصورش ما يجموش يخلصوا كراء. وكان حاجة نصيحة للدين، مش نقولها لحزب النهضة والأحزاب الدينية كل مما فيهم حزب التحرير، الأمور الدينية القوية خلاها للأئمة ومفتي الجمهورية ورجال الدين والعلماء، هم ما خلطوش السياسة بالدين. أي اختصاصهم الصرف، وماذا بيا معناتها يتولاها باليتامى بالمساجين بالأرامل. نتصور هذيك أكبر أجر عند ربي من النقاشات والمزايدات، كيف يقولوا هم المزايدات السياسية العقيمة. صعيب ياسر. نعرفوا النفوذ بتاع حركة النهضة ونعرفوا مصادر تمويلها، نورمالمون ما عاد فما حد شيء متخبي. صعيب ياسر، أنا ما عنديش حق اللوكال. مستبعد جدا واحد من الناس. هو عندها أشهر ما خلصتش، مش منجمة. مش منجمة. طبعا هذا وفق الشكاية اللي رفعتها صاحبة البناية. صعيب كان باش تجد على حد الحكاية. ممكن ما عنديش معناتها فلوسها عاملين عليهم حجر حاجه كيما هكا مصادره ممكن، اما بشكون اللي ما عندهاش؟ صعيب ياسر. نجم توصف ايش بيه؟ نقول لك مولا تيجي يحتاج. فما مطربه جزائريه اسمها ثريا، اش تقول على الدنيا؟ تقول مره حلو ومره مر، هكذا يتقضى العمر. فهمت كيفاش؟ واحنا بالدارجه يقولوا مولا تاج يوصل يحتاج، مولا تاج ما اكثرش من ملك، ملك ويوصل يحتاج. يعني تصدق الحكايه؟ اي لا عندهم مش خلصوا. نجم تخلص؟ نجم تخلص. عندهم عندها اشهر ما نجمتش تخلص. عندهم فلوس. من علاش غير قادرين على خلاص المال؟ سوى توا معناتها خرجوا من معناتها من الحراك السياسي، خرجوا كوا ما عادش حبوا يبينوا لهم ما عادش عندهم فلوس. ما نصدقهاش. علاش؟ خاطر المعلومة اللي عندي وانه الشيء اللي كونه سي الغنوش شيء فوق العقل. دونك كيف تقول لي ماهوش قادر مش يخلص الكريه المحل، هذيك يجم يكون غلاف مش يغطي به حاجات اخرى. اليوم صاحبة البناية مقدمة شكاية في الإطار هذايا. اي قضية في الخروج اللي لم يدفع، وقضية استعجالية ونزيد نعطيها وتم تأخير النظر ديجا في القضية. اي ما يسالش عادش بيه، كما خلصتش معاينة الكرا مش يصدر حكم بالخروج اللي لم تدفع. كان دفعت وقت التنفيذ تو تقعد، اما هما مش باش يدفعوا لأن فلوسهم البرة ومريقلين أمورهم. تشكي بيه مش يفهم الناس الآخرين، وأنه هو خاتيه وما عنده شيء حسب ما يدعي عليه. من القرى للمدن كلهم أثروا فراه فاحش. أنا نعرفوهم كلهم فقراء، احنا في قرى من جهة جابس. ها؟ قرية صغيرة جماعة النهضة كلهم مولوا لاباس عليهم. كل. إذا ما تصدقش أنهم مش قادرين يخلصوا. صدقت خلاص. ناس منافقين، أنا كبير تو عمري 70 وكذا. تاريخيا نعرفهم. اللي هم ناس عمرهم ما يخدموا الوطن ولا يخدموا كان مصالحهم. وتشوف العالم كله وأنا من جروسهم هم الأخوان والواحد. أنا واحد ما يصدقهاش. علاش ما تصدقش حركة؟ ما تصدقش انه حركة النهضة؟ بس كل النفوذ نتاع حركة النهضة قبلوا فلوسها الكل معروف، مش حاجة متخبية مات أبار رأيي فيها معناتها كحزب، أما هذا اللي الناس الكل تعرف اللي النهضة عندها فلوس. عدم معناتها السداد معناتها الديون المتخلدة بالذمة المتعلقة بالكراهة هذه، يقول قايل علاش حسب رأيك؟ لأنه هذايا باش نبعدوا الشبهات، باش نبعدوا الشبهات عليها حركة النهضة وما عنديش فلوس أنا قاعد نعاني، خاصة أنه الأمر مرتبط فقط بالأشهر الأخيرة، ونعرفوا الأشهر الأخيرة شنو قاعد صاير في حركة النهضة. أنا شخصيا ما نحبش نكسر مخي في معرفة الفلسفة نتاعهم. هم أحرار على أنفسهم، يعملوا اللي يحبوا، ينزعونا احنا يخلونا راي دين ويعملوا اللي يحبوا، فهمتني؟ اما بقى احنا يبعدوا علينا.
احنا الناس هذوما سيروا البلاد مدة عشر سنين، هاي وين وصلت البلاد؟ ما وصلوش بهم الأمر، زاد هما أنهم لما حال أنت قلت ما عندكش ثقة في أنهم غير قادرين على خلاص. لا ما عندي ثقة، هذا ستان واحد ستان فونت كوميرس يسيبوا فيه اللي احنا زواولية واللي احنا واحد، وقت اللي تونس في العشر سنين هذه المديونية متاعها فاتت 400% من المديونية الأصلية متاعنا في العهود السابقة. إيه وتوا قاعدين نقاسيو في القروضات اللي قاعدة اللي غذيتهم، وقاعدين نقاسيو في 400,000 موظف اللي دخلتهم للوظيفة العمومية واللي دخلتهم المؤسسات العمومية، وقاعدين نقاسيو في 18,000 خدام في ذوما جمعيات البسنة اللي تخلص فيهم في صفات قفصة. حاسين المواطن التونسي قاعد هو اللي قاسي، يعني كان ما يهمنيش تخلص ولا ما تخلصش، يسيبونا وكهو انتهى الأمر. ماذا بيك تفوتي حزب النهضة، أعطيني أي حاجة أخرى على السياسة بصفة عامة، الموضوع هذا ما نحبذوش تحكي عليه برشا. يعني ما سيء ما عادش تحب تحكي، ملف النهضة انتهى بالنسبة لي. انتهى، تحب تحكي جبدني على الأحزاب الأخرى نجم نعطيك قولي فيهم. ما تغشش عليهم برشا، متغش عليهم برشا. منش هضمهم من الاخر، منش هضمهم من جامي كان انتخبتهم لانه جزء من الشعب التونسي، باش ما نقولوش الاغلبيه، معناتها يقول لك اعطيتهم الثقه لكن الا غالب، معناتها اتخدعت انت، ما انتخبتهمش ديريكتوم بعد الثوره. انا ما تخدعتش، يعني من المره الاولى واخذ الموقف وعارف القلب مش على القلب. حسب رايك حركه النهضه كما قلنا اللي كانت معناتها عندها الثقل نتاعها، نجم نقولوا انتهت ولا سياسياً اي شعبياً عندها مازال الوزن متاعها، عندها شوية في القواعد ذكا، مازال فما عباد ممنة به، وفما اللي ما توصل نعرف عباد ما تبرسونال ما يعش قلنا ما يقري يعرف الديفوات متاعها، وحتى كي تجي تحجوا بيهم يتهرب ما يقري مازال يحب النهض. انتهت تونس، انتهت عاش نجم ترجع للحكم، عاش نجدر تفيني عليه شعبيتها، المازال عندها شعبية؟ لا يمكن قاعدة ناس كوا ما معناتها حتى عالميا سيء، معناتها ما عادش عندها حتى نجم. حركة النهضة ترجع للحكم مرة ولا سيء عليه؟ والله هو شوف إذا كان باش نحكيو منطق ما تستغرب حتى شيء، إذا كان باش تحكي باللوجيك ما عاد تستغرب حتى شيء، فهمت؟ نجم تكون تخدم في الخفاء، نجم تكون فهمت؟ أنا واحد مانيش معاش استغرب حتى شيء، خاطر هذيك هي بلادنا وهذيك هي سياستنا، ما مبنية حشيك على راس كلب، ما فما حد شيء صحيح تو، معناتها تنجم غدوة في الأيام الله أعلم راهي عندها خلايا بتاعها تخدم في الخفاء وتقوم قومة واحدة، فهمت؟ كحركة نجم ترجع نشوفوها مرة أخرى في الحكومة؟ نجم خاطر فما برشا أغلبيتهم كما نقولوا احنا يصليوا وكل ينجموا يقولوا ربي رحيم ويعفو على الغلطات، ينجم يعطيوهم شانس كما نقولوا احنا الأغلبية، تحصلوا على أغلبية الأصوات وياخذوا الحكم مرة أخرى، وارد ينجم يكون. ما زلت عندك فيها، خلينا نحكيوا عليك أنت، ما زلت عندك فيها ثقة ولا؟ أنا من قبل معناتها لا عندي ثقة ولا انتخبت، فهمت كيف؟ جامي ما انتخبتهاش حتى حياتي كاملة، شو تصور عمري ما عملت بطاقة انتخاب حتى بعد الثورة اللي نحكيو عليها حر شيء. علاش الموقف هذا؟ وقت للدنيا ما عتباهي. علاش الموقف هذا؟ خاطر جي رياليزي كل واحد وقت اللي رشح روحه الأغلبية أوفون أمور ذاتية، يعني باش يخدم مصلحته الخاصة ماهوش باش يخدم مصلحة الوطن والبلاد. والديك هكاك باللي سبقوا راهو كل رئيس الا وعمل لي زالونتور نتاعو، معناتها كيما نقولوا احنا الى فابريكي سون بونور، عملها البوزيسيون كسوه على قد قياسه،